جئنا لتسليم مرتبات مديري تربية الجيارة للشهر 9 و10 وشهر 11 من الرواتب المدخرة والشهر الحالي. الحقيقة جهد مبذول وكبير جدا من قبل معالي وزير التربية وكذلك مدير عام تربية نينوى وممثلية تربية الجيارة وأعضاء مجلس النواب الذين ساعدونا كثيرا لتسليم هذه الرواتب. نحن نعتبر اليوم أول خطوة نصر تحققها الدولة العراقية عن طريق وزارة التربية التي بدأت بتسليم الرواتب المدخرة، وهذه بشرى سارة إلى أهلنا المحاصرين في مركز مدينة الموصل أن الدولة العراقية بدأت تقدم المرتبات من أجل سير الحياة بشكل صحيح. نبشر كذلك المؤسسات الخدمية الأخرى التي تحررت، إن شاء الله في القريب العاجل سيتم إدخال المرتبات شهر 12 إلى داخل مركز مدينة الموصل للأحياء المحررة في شرق المدينة. استطعنا اليوم إدخال بسمة لمنتسبينا وعوائلهم الذين انتظروا كثيرا وعانوا ما عانوا، والحمد لله الحكومة العراقية قادرة وتعمل من أجل إعادة البسمة لأهالي نينوى الذين أذقوا الأمرين. نسأل الله تعالى أن تعود البسمة إلى جميع منتسبينا وعوائلهم سواء كانوا في مناطق المحررة خارج الموصل أو في داخل الموصل. هدفنا إسعاد منتسبينا، هدفنا إسعاد أطفالنا وبناتنا، هدفنا إدخال البسمة في عيون أطفالنا الذين انتظرونا سنتين من أجل إعادتهم إلى المدارس. نشكر جميع القائمين في هذه المديرية وفي مديرية عامة للتربية نينوى وفي وزارة التربية والجهات المعنية.